جميلة مصر، جميلة اسكندرية وجميلات اسكندرية اللي بالوراثة كمان. النهاردة ملكة جمال مصر لارا دبانة معانا خالتها ملكة جمال مصر هدى عبود. أهلا بيك. أهلا بيكم، نورتونا في اسكندرية. أهلا بيكي. إيه رأيك النهاردة بالحفلة؟ طبعا الحفلة النهاردة رائعة، الحاجة الحلوة اللي فيها بتجمع بين الخير والجمال، فاحنا النهارده نتمنى ان كل انسان يفكر بالاسلوب ده ونشوف حاجه جميله بنفس الوقت، حاجه بتهدف لجمال هادف يعني. فانا شايفه النهارده كنا مشتركين ومتفقين على كده، فدي احلى حاجه في الحفله. لارا طبعا ورثت الجمال عن خالتها الجميله وده حاجه رائعه، لكن كمان ورثت الثقافه، التربيه عليها عامل كبير. طبعا بصي، طبعا بقول الجمال طبعا الشكل الخارجي مهم، بس برضو الثقافه والجمال الداخلي اهم. فطبعا لارا اتربت في عيله، في وسطينا كلنا عيله بنحب، اتربينا على تقاليد ومبادئ، تقاليدنا الشرقيه برضو ما غيرناهاش، وبنفس الوقت احنا بنعيش بحريه وكل حاجه بس بنحافظ على التقاليد بتاعتنا برضو، فالحمد لله. وصيتي لارا بايه لما كانت متقدمه للمسابقه؟ لارا لما انا شجعتها طبعا تتقدم، وصيتها انها ما تبقاش يعني تكون هي، ما تغيرش في نفسها، لما تاخد اللقب يعني هي اصلا شايله اسم كبير ومسؤوليه كبيره اسمها مصر، هي مش رايحه تقدم تمثل لارا بس، رايحه تمثل مصر، ومصر ده اسم كبير وبلد كبيره ومسؤوليه كبيره. فانا ان شاء الله تكون لارا سفيره لينا، سفيره للجمال والثقافه والاخلاق المصريه الحلوه والشعب المصري كله ان شاء الله. العمل الخيري بيحتل مساحه قد ايه من حياه ملكات الجمال؟ بصي انا شايفه انه ابتدى دلوقتي الاتجاه ان كل ملكه جمال تكون لها عمل خيري، ويا ريت كلهم يفكروا بالاسلوب ده، انه فعلا ده ربنا بيدينا حاجه او موهبه او حاجه تعتبر من عنده ان احنا نستغلها في السكه الصح. فانا شايفه انه لو الجمال كان بيساعد حاجه خيريه لازم طبعا نساهم فيه كلنا، والنهارده لارا النهارده موجوده عشان خاطر عايزين يشتروا جهاز لغسيل الكلى لمستشفى ابو قير التخصصي، واحنا ساهمنا وهي ساهمت ان شاء الله هتساهم برده في فستان هيبقى يتعمل عليه مزاد، والدخل بتاعه هيروح ان شاء الله للجهاز. ميرسي لحضرتك. ميرسي ليكم، بجد سعيده انه عملتوا الحديث ده معايا.